يعني هل فعلا احنا لما بنبقى مش عارفين ناخد قرار في حياتنا، هل بيبقى من الضروري ان احنا نكون مرينا مثلا بأزمة في حياتنا او صدمة، او حد مثلا عنده اكتئاب او حصل له اي حاجة في حياته عشان كده هو مش قادر ياخد القرار، ولا هو الموضوع عادي ممكن اي حد انسان طبيعي ما يبقاش فعلا قادر ياخد قرارات كتير قوي في حياته؟ اوكي، بصي، احنا ما اتعودناش عامه ناخد قرارات، يعني ما اتعلمناش ازاي ناخد قرارات من واحنا صغيرين، لان بابا وماما خايفين علينا. فانا باخد لك قراراتك، هتدخل المدرسه دي، هتدخل التخصص ده، بلاش تلعب الرياضه دي. ما اتعودناش ان احنا نشاركهم في حته القرارات. فبعد شويه لما بطلع وابتدي اتحط قصاد قرار، اللي هو ايه ده، يعني ايه قرار؟ انا محتاج حد زي بابا وماما ياخد لي القرار ده ويضمن لي ان هو هيكون في مصلحتي، وده مش موجود في الدنيا. يعني ده لو كان موجود كنا انبسطنا جدا طبعا. فاحنا ما اتعلمناش الحته دي، فمش لازم اكون انا مريت بظروف صعبه. لا، ممكن يكون انا اتربيت ومن كتر التربيه الزياده بتاعتي اتحطيت في بيئه بنسميها اوفر كوتد، بتخليني ما بتحملش مسؤوليه. فانا لما بتحط قصاد علمي ولا ادبي، ايه ده، اتصرف ازاي؟ اختار كليه، مش عارف اتصرف. طب اختار شريكه حياه، لا مش عارفه اتصرف، انا محتاج السبورت بتاعهم. وفي طبعا بعض الناس بيحصل لهم ان هم بياخدوا قرارات وده بيتسبب فيها، يعني بيحصل بعدها ازمات جامده قوي، والازمات دي بتسبب لهم صدمه، بتسبب لهم حاجه في حياتهم، فبيبقى خايف بعد كده ان هو يعمل اي حاجه. ده فكره اتخاذ القرار، ان هو اتخذ قرار غلط فبيتعقد. بالظبط، لان هو بياخدوا نموذج بيحطه عنده في المخ ان هو من كتر الالم اللي حس بيه ان ده هيتكرر. فانا ما دام غلطت مره يبقى انا هغلط طول عمري في قراراتي. ازاي بقى طيب انا اتعلم اخد قرار صح؟ طيب، عشان اخد قرار صح محتاج ان انا في علم، يعني في علم اتخاذ القرارات، وده موجود يعني مجرد قرايه بسيطه او شويه فيديوز بسيطه لو حد اتفرج عليها هيبقى الموضوع اسهل. يعني كتير من الناس لو سالتيه انت بتاخد قرارك ازاي؟ هيقول لك مش عارف، لان هو بياخد كل قرار بطريقه. مره يسال الناس، مره حد ياخد له قرار، مره يدخل كده، مره ياخد معلومه طايره في الهواء مش مضمونه وياخد على اساسها القرار. طب اتعلم ازاي؟ او يعني انا ما عنديش مثلا مساحه ان انا اخد كورسز، او ما عنديش وقت لان انا عندي مسؤوليات. بمنتهى البساطه، مين في حياتي بياخد قرارات صح؟ يعني مين في حياتي انا بشوف ان هو ماشي على منهج في موضوع القرارات؟ ابتدي اشوف بيعمل ايه. انت خليتيني فكرت في حاجه مهمه قوي، هو انا باخد قراراتي ازاي اصلا؟ ايوه، انت بتاخدي قراراتك ازاي؟ مش عارفه. طيب، يعني انا باخدها من دماغي دايما. بالظبط. هرجع للنقطه. صح، انا قررت كذا خلاص. يعني هرجع للنقطه الاولانيه اللي سالتيني فيها. بعض الناس يجي يقول لك انا حظي وحش، انا حياتي صعبه، ده احنا اشترينا مثلا حاجه معينه وعملنا انفستمنت مثلا واتنصب عليه مره واتنين. طيب ادخلي شويه كده معايا وقولي له انت اخدت الحاجه دي او عملت الاستثمار ده ازاي؟ يقول لك شفنا اعلانات الكومباوند ده في التلفزيون وطلعت وكانت تحفه. طب انت سالت على الشركه دي؟ لا. طب انت شفت مثلا حد اشترى هناك ويعني انبسط؟ لا. طب انت تابعت معاهم؟ شفت عملوا انجازات ايه قبل كده؟ لا. طب على اساس ايه اخدت القرار؟ شفت اعلان في التلفزيون. ومتخيل كده ان هو حظ وحش. ومتخيل كده ان هو مش بيعرف ياخد قرارات. لا، هو ما تقصاش صح. بالظبط. فانا محتاجه الاول اعرف هو ايه الموقف. يعني ايه الحاجه اللي محتاجه تاخد مني قرار؟ هل هي مستاهله قرار ولا انا مسميها قرار؟ يعني هشتري حاجه طلبات للبيت، هل ده محتاج مني قرار؟ لا. طيب، لكن لو هشتري عربيه، دي محتاجه قرار. لا، هختار شريك حياه، محتاجه افكر سنتين مثلا. اوكي، لو هسافر بره هاخد قرار. يبقى انا محتاج الاول اعرف هل الحاجه دي، الاجراء اللي انا هفكر فيه ده اسمه قرار ولا اسمه حاجه انا متعود عليها او حاجه نمطيه او حاجه عاديه طيب، وصلت المكان او للحاجه دي محتاجه قرار. طيب، اجمع معلومات عن الحاجه. كتير من الناس اللي ما بتعرفش تاخد قرار نتيجه ان المعلومات ناقصه عنده. فهو ما عندوش المعلومه فحاسس انه بيتعامل مع المجهول. هو مش مجهول، هو محتاج مني معلومه. فالاول اعرف المعلومات اللي موجوده دي، لان لو عرفتها ممكن اخد القرار بمنتهى السهوله. صح. طب عرفت المعلومات وحسيت ان في حاجه مش مظبوطه، مش من اول درجه اقول عليها انها مخاطره. في ناس كل قرارات هيقول لك يا ده موضوع كبير قوي، ده حياتي كلها هتقف عليه. حياتك مش هتقف عليه. يعني في ناس بتبقى عندها، مش عايزه اقول نسبه تهويل، بس هو بيخاف.
أيوة. فالخوف ده بيخليه يقول لك ده مخاطره، دي قرار صعب، ده تضحيه. نسمع الكلام ده جامد قوي. فانا مخي لما بيسمع كلمه تضحيه دي بحس لا لا لا، الموضوع بقى لازم نقف هنا واشوف بقى ايه اللي هضحي بيه، ده الموضوع كبير، هي مش تضحيه.